تتجرأ وتقتله لابني، وكمان قالت عني شغلات مو منيحة بنوب بكل جرأة، وقالت إنه الولد يلي كان ببطني مانو مسؤوليتك، لأنه هي بتعرف إذا كان مسؤوليتك ما فيها تضل معك. تعرف هي حاولت إنه تقتلني أكتر من مرة، بس أنا ما فقدت الأمل يا أبي، كنت أتحمل كل شيء، أنا تحملت كرمال ابني ومستقبل ابني، وبالآخر شو صار؟ أنا خسرت ابني، وبتعرف ليش؟ لأني كنت عم حارب لحالي بهي المعركة، وأنت بدل ما توقف معي ومع الولد كنت واقف مع حبيبتك براقية. أنت يلي شجعت على قتل الولد بدون ما تحس. ما كانت تجرأت تعمل هالعملة لو أنك فهمت لمرة واحدة أنه أنت بتحبني لإلي وما بتحبها لإله. أنت يلي قتلت الولد مو براقية. بيكفي تنو، ما عاد فيني اسكت على كذبك أكتر من هيك، لأنه زودتيه كتير. ليك أبي، لا تصدق عم تكذب عليك، لا أنا ولا أنت. اللي قتلنا الولد هي ونيليا اللي قتلوه، هن السبب بموته. أنا ما حكيت لك اللي صار بالمستشفى لأنك كنت متضايق كتير، ولهيك ما حبيت ضايقك أكتر. وطالما هي اللي فتحت الموضوع أنا ما رح أسكت. بترجاك أبهي، ما بصير تصدق اللي عم تقوله، لأنه هي عم تكذب، والمسؤول عن موت الولد هو راجي. أنا مو حابب اسمع شي، لو سمحتي روحي. أبهي أنا ما فيني أتركك معها لحالك، لأنه هي عم تستغل هذا الشي وتكذب عليك على كيفها. أبهي أنت لازم تسمعني، أنا ماني عاملة شي وما دخلني بالحادث يلي صار، هي ونيل المسؤولين وأنا كان ما بدي اسمع ولا كلمة. طلعي من الغرفة. لا أبي، خليها تحكي اللي بقلبها، مو أنا عم كذب، لكن خليها تقلنا الحقيقة. يلا براقية قولي يلي بدك إياه، قولي إنه أنت ما ضربتيني بسيارة، وإنه حتى ما كنتي هنيك. قولي لأبي إنه أنا خطفتك وكنت مربطتك كمان، ولا قلك شو؟ قولي له إنه أنا يلي كنت بدي أضربك بسيارتي، وقولي له كمان إنه أنا يلي قتلت ابني مو أنت. بعد ما مات ابني أنا خسرت المعركة، وصار فيكي تحكي شو ما بدك وأنا ما فيني أحكي أي شي. كلامك هذا كله ما عاد يفرق معي بالمرة، أنا كنت عم حاربك مشان مستقبل ابني، وابني هلأ راح. شوفي كان بدك تطالعيني من حياته لأبي، يلا شحطيني وستيني برا البيت مو فارقة معي. وبعدين قولي شو ما بدك تقولي. اليوم رح أحكي يا تنو، رح أحكي الحقيقة. كنت مفكرة إنك زعلانة على ابنك ولهيك لهلأ ما حكيت شي، بس لا، طلعتي عم تستغلي حتى موته. معقول بدك تكملي الخطة؟ أنت يا تنو صار لك 8 شهور ونص عم تمثلي علينا كلياتنا وتستغلي حملك بهالولد بس مشان تقدري تعيشي مرفهة بهذا البيت. استغليتي الحمل مشان تقدري توصلي لأهدافك المادية هي. ابنك البريء ما قدر يتحمل تصرفاتك كلياتها هي، وحتى بعد ما ابنك دفع ثمن تصرفاتك لساتك قدران تكذبي؟ إذا الولد يلي كنتي عم تمثلي وتكذبي على أبهي مشانه وراح لشو معناتها هلأ؟ بكفي براقيا، شبك أنتي؟ نسياني إنه هو بيعني لي إلي كمان؟ أنا كتير متضايق عليه، ولهيك لو سمحتي ما تحكي عنه شي. خلاص ما عاد في داعي تتخانقوا على أي شي، الولد مات وهذا اللي بدك إياه أصلاً. بس الولد ما له مسؤوليتك أنت. رجاكي ما تحكي ولا كلمة بهذا الموضوع، ما بدي أسمع شي. ما رح تتغيري، بترجاكي تركي البيت، بترجاكي تركينا انا وابي لحالنا ونحن منواصي بعضنا، بترجاكي ما بروح من هون لحتى زوجي يقول اطلعي. زوجك قال لك روحي ولهيك بترجاكي، لو سمحتي روحي بقى وتركينا. انا ما عندي مشكله انك ما تصدقيني، بس ابي بترجاك لا تصدق لانه هي عم تخدعك. صدقني كل هون بيعرف مين يلي عم يخدعه لابي، وهلا رح تروحي ولا رح اشحطك بطريقتي؟ روحي ابي، انت لازم تسمعني بترجاك. تفضلي ستي، أنا قلت لك إنه كان في شاهدين بالحادث، وليكن هدول هنين. هاد تيلي راون عنده كشك موز محل ما صار الحادث، وهذا باكي بيهاري عنده محل عصير، اثنيناتهم شافوا الحادث. مو مبين عليهم الناس عاديين؟ بجوز تكون رشيتهم لحتى يجوا لعنا ويكذبوا علينا. دقيقة يا بورا، خليني أحكي معهم.
اسمعوني منيح، بنتي براجيا واقعة بمشكلة كتير كبيرة. أولادي إذا بتريدوا احكوا الحقيقة، ما في داعي تخافوا من شي. بترجاكم رح تحلوا لنا مشكلتنا إذا بتحكوا الحقيقة وكل شي صار. هاي مسألة حياة أو موت. هالرجال ما بيتأثروا وقت يشوفوا هالختيارة عم تبكي. إذا بيتأثروا بيحكوا الحقيقة. أنا رح أحكي لك كل شي بصراحة مدام. أنا شفت سيارة كتير مسرعة، والسيارة دعستها للمرأة قبل ما هذا الأستاذ يقدر ينقذها. بدي منكم اتنيناتكم تطلعوا على هي الصورة. هي اللي كانت عم تسوق السيارة. ايه، هي المرأة كانت عم بتحاول تقتلها لهديك المرأة وتدعسها بسيارتها. انت واحد كذاب. انا ما طلبت منك تحكي الحقيقة. شلون بتسترجي تكذب قدامنا وتقول هالكلام؟ بنتي وبعرفها منيح، براجيا قالت لنا انه مو هي اللي عملت الحادث، لهيك مبين انك عم تكذب علي. كلكم كذابين ورح تتحاسبوا على كذبكم. مدام انا حكيت الحقيقه وما بيهمني اذا بتصدقي او لا. شفت بعيوني كيف كنتك حاولت تقتلها لهديك المره الحامل قدام عيوني. هي الحقيقه. ستي اذا بتريدي، ستي العياد او الضرب ما رح يفيد شيء. اذا بتريدي اسمعيني ستي، اذا بتريدي اسمعيني شوي. بالاول كذبهم ما رح يغير شيء بالحقيقه. نحن بنعرف من كل قلبنا انه براجيا بريئه، ما لنا بحاجه لهيك رجال لحتى يشهدونا على براءة براجيا. ستي اذا بتريدي روقي بقى. شكرا لك لانه حكيت الحقيقه. ستي مره كبيره لهيك بتمنى انك تعذرها. انا اسف، فيكن تروحوا. ستي انا ضحكت عليهم. ايه بس منيح اللي ما انكشفنا. استاذ شو رايك بتمثيلي؟ اول شيء تعلم كيف بيحكوا بعدين احكي عن التمثيل. اضطرينا نعمل هالتمثيليه لانك خربت المهمه اللي اعطيتكم اياها من قبل، وشفتك تاثرت. ابدا يا استاذ، انا سامي ومستحيل اتاثر بالعواطف، وانا ما قلت غير اللي طلبت مني حضرتك اني اقوله بالضبط. طيب ماشي، خد هاي المصاري، هي تعتبر آخر دفعة، وكمان أعطيتك زيادة على التمثيلية، وهلأ خد المصاري وروح سافر برات البلد ولا ترجع لهون. سافر؟ لوين بدي روح؟ روح على ضيعتك واشتغل فلاح أو أي شيء تاني، بس ما بدي شوفك هون. إذا بشوفك صدقني رح دمرك، لهيك اسمع مني وسافر ولا عاد تفرجيني وشك مرة تانية. فهمت، لا تخاف، رح نترك البلد، خلينا نروح على المحطة، رح ناخد أول قطار وبوشنا على الضيعة وما بيجي لتخبرني. بخاطرك أستاذ خلينا نمشي. شرف بالإذن. على شو عم تضحكي؟ لأنه ما في شي بالدنيا مستاهل. يعني شو بصير إذا فشلنا هالمرة؟ نرجع منحاول، وإلا ما نلاقي شي طريقة. يعني أنا بقصد إنه ما لازم تستسلمي، بصير تقبلي باللي صار. مو معقول. أنا برأيي ما لازم تقبلي، لأنك بتعرفي إنه أبهي مستحيل إنه يكون مصدق هذا الشي، بس موجوع وصدق.